الصعيد، قناة مصر السابعة. اهلا بحضرتك واهلا وسهلا بالبرنامج، وسعداء جدا بافتتاح معرض الدكتوره نجلاء بدوي النهارده. وبصراحه الدكتوره نجلاء قدمت لنا وجبه شهيه رائعه وجوله في الاماكن اللي اختارتها من خلال لوحات التصوير اللي انعكس فيها مفهوم مهم جدا.
وهو الطبيعه والبيئه المصريه اللي هي في مدينه الاقصر، في مدينه اسيوط، في جنوب مصر عموما بشكل عام. واستطاعت الدكتوره نجلاء ان هي تقدم اعتقال الضوء على المسطحات الموجوده للعناصر داخل اللوحه المصوره، وفي نفس الوقت التفصيلات الدقيقة ومحاكاة الواقع بشكل إيجابي سليم. وهذا المعرض يعكس أهمية اللاندسكيب والمناظر الطبيعية، ومهم جدا 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 لطالب الفنون الجميلة، ومهم جدا جدا للفنان إن هو يقدر يخرج للطبيعة ويقدر يرسم في الطبيعة، وامتدادا للمدارس اللاندسكيب الموجودة على مستوى العالم. دكتورة نجلاء قدمت لنا مشاهد مهمة جدا جدا للبيئة المصرية، زي مثلا ركاب عربة الركاب العربة أو الركاب اللي استطاعت إن هي تقدمهم بشكل مهم جدا، خاصة عمق المنظور وفلسفة اللون والأداء الوظيفي للعناصر الموجودة في العمل التصوير. مبروك وألف مبروك للمعرض الجميل. شاركت في العديد من المعارض من انا وطالبه في الكليه لحد ما اتخرجت. انا خريجه فنون جميله جامعه جنوب الوادي قبل ما تبقى الاقصر، خريجه 2007، ماجستير ودكتوراه في كليه فنون جميله الزمالك جامعه حلوان. اشتغلت طبعا في 7 سنين في الهيئه العامه لقصور الثقافه. يعني انا شاركت كتير من المعارض، وفي منها معارض فرديه، ومنها وانا طالبه كنت بعمل معارض خاصه في السوق السياحي في الاقصر. وبعد كده عملت معارض مشتركه منها ساقية الطاوله القطع الصغيره، الفنون البصريه، والعديد من المعارض. يعني المعرض بتاعتي بتكلم عن الأماكن، هو أماكن ده يعني جاتني الفكرة، استلمت الفكرة إن أنا أصلاً من الأقصر، مسقط رأسي الأقصر، وجيت رحلة بقى من الأقصر لغاية ما تعينت هنا في أسيوط مدرس مساعد، أيام ما كنت مدرس مساعد، فجاتني الفكرة من هنا. في الأقصر طبعاً عندنا كل الناس تعرف إن الأقصر بلد جميلة، بلد المناظر، وفيها مناظر خلابة، البيوت القديمة، القرنة، فكرة من هنا. يعني هنروح مع بعض للمعرض. هنا كانت مشتل كلية مشتل زراعة عندنا في أسيوط، ده المدخل بتاع المشتل. لفت نظري جدا طبعا الألوان والتأثير، الإضاءة، التأثير اللحظي للون من الإضاءة، فحبيت إن أنا أعمل المدخل بتاع المشتل. نيجي هنا بيت العماري، دي كانت زوم إن على جزئية من بيت العماري، ده بيبقى لحد الآن معروف والناس اللي في الأقصر تعرفه، حتى في بعض الناس مش شرط من الأقصر، برضو في ناس عندها يعني بتحب التراث وبتحب تبحث فتعرفه. فأنا اشتغلت بقى هنا، استخدمت لون الورق اللون البني، وإزاي عملت معالجة فنية للوحة، إن أنا مش شرط إن أنا أداري كل حاجة، استخدمت تقنية الباستل، وعرفت إن أنا أوظف ده في لون الورق ولون واستخدامي الألوان الباستل، السوفت باستل هنا في اللوحة. بصوا معايا كده، دي عبارة عن أبراج حمام، هو كلها بيت العماري عبارة عن أبراج للحمام، وفيها برضو ناس كتير بتبقى متواجدة لحد الآن. يعني دي من الحاجات الجميلة اللي احنا محافظين عليها في الأقصر. نيجي هنا برضو، أنا حاولت أنوع يعني.
هنا برضو نيجي اللوحة عندي كان مزرعة الجامعة، المحاصيل الزراعية دي عملتها بالباستل، اويل باستل، باستل الزيتي. يعني حبيت ان انا اشتغل زيت بس بتأثير الباستل. نيجي هنا برضو دي كان زوم ان لجزئية في المحاصيل الزراعية في مزارع الجامعة. يعني عجبني تأثير الإضاءة على السلالم والأشجار، وفي تنوع برضو في نوع الشجر، ده لفت نظري كتير. يعني هنا برضو الأقصر وجمال الأقصر، دي في القرنة عندنا في الأقصر. بصوا جمال البيوت، يعني هو أنا مش مستبدلة الألوان، الألوان دي فعلية، هي فعلا ألوان البيوت كده، بيدهنوها بلون الالوان، اللون الازرق، وزي ما شايفين الالوان المبهجه الجميله دي. بس يعني احنا بنتدخل في التقنيه، درجه البنكات دي ممكن بعمل لها معالجه شويه، لكن الازرقات والابيضات دي بيوت صحيه هم بيعيشوا فيها في فوق سطح الجبل. نيجي برضو هنا، ده من لقطه من كورنيش النيل في الاقصر عندنا، بيسموها الفلوكه. الفلوكه دي ممكن اعمر بيها البر، واحنا الاقصر بلد سياحيه برضو. دي من مزرعه الجامعه، هندخل نشوف التفاصيل بقى، والجو النهار وتاثير الضوء والظل والنور. فانا عامله تلخيص كمان للعمل الفني، يعني اللي هو انا مش لازم ان انا اخلص كل اغطي كل لون الكانسون، لا، هنا لون الكانسون اللون الرمادي، فانا حبيت لا، يعني كمان انا اقدر اوظف لون الورق زي ما انا اتكلمت سابقا، اوظفه ازاي بشكل فني بدون ان انا اغطيه. وده بعلمه برضو لطلابي واولادي اللي انا بدرسهم، اني ازاي تعرف توظف الخامه والتصوير. هنا نفس الكلام برضو، هنا برضو ده بداية مدخل جامعة كلية الزراعة، جامعة أسيوط، يعني مليئة بالجمال في مزرعة الجامعة. احنا كتير بنعملها، يعني نروح في بداية الترم بناخد الولاد ونروح نشتغل مادة المناظر، يعني من أحب المواد إلى قلبي مادة المناظر. هنا برضو عندنا في الأقصر فكرة الأضرحة، يعني أنا هنا اخترت لون الورق في روحانيات، يعني ده لون الورق أنا ما اشتغلتش عليه، هو نقرب بالكاميرا وهنشوف. يا دوب أنا يعني بدأت شوية بالبستل كده، حاجة بسيطة، وسبت لون الورق هو يعني يتوظف بشكل لطيف. وبرضه في روحانيات، انتوا عارفين فكره الاضرحه عندنا في الاقصر وقنا والصعيد طبعا بيتشبثوا بيها وبيتقربوا منها يعني. بس انا خدتها يعني انا اكتر حد ممكن، يعني او مش انا كنجلاء، يعني كصعيد، يعني هو يقدر يتكلم عن ده او يقدر يفلسف ده او يترجمه على الورق بالشكل ده. نيجي هنا برضه المشهد ده قريب جدا، يعني هو يمكن عجب اكتر الناس، معالي النائب والنواب والزملاء ومعالي العميد، هو عجبهم جدا، هو في تفاصيل كتير. هنا بقى هيظهر تأثير الضوء، يعني او التسجيل اللحظي للضوء، فعلا انا متأثرة جدا بالتأثير بتاع الضوء، فيمكن ظهر في بعض، يعني في اغلب اعمالي. يعني احنا هنقرب شوية بالكاميرا وبعد كده، يعني هتلاقي برضه انا موظفة لون الورق. هنا لون الورق هو درجات من درجات الكحلي او الازرق شوية، فحتى الظلال هنا انا مش حاطة لون، انا مستغلة لون الورق او وظفته بشكل لطيف. نيجي هنا برضو، انا حاولت ان انا يعني المعرض ما يبقاش كله الاقصر عشان ما نحسش الاقصر، وما يبقاش كله اسيوط، فيبقى حبة كده وحبة كده نوزع في الاعمال شوية يعني. فحبيت لا اوزع، يعني ممكن لوحه او لوحتين الاقصر، لوحه اسيوط، بحيث ان تظهر فلسفه العمل بالشكل البسيط للمتلقي، ان هو يقدر يفهم الحاجات دي ويشاهدها ويحبها. هنا برضو دي كانت من بيوت القرنة في الاقصر. هنا برضو هنا كان تركيزي على اللون الازرق، ده لون الورق، فازاي وظفته بقى ان انا مش لازم اغطي كامل مسطح اللوحه،
او فضاء اللوحه. لا هو الفن او الجمال انك توظف ده مش ان انت تطمسه. وكمان انا اشتغلت على الورق الملون كارضيه تصوير او حامل تصوير، يعني حامل تصوير حاجات كتير منها المسطح الورقي. هنا برضو كانت زاويه تانية برضو من منشاه العماري من قريه في الاقصر. برضو انا يعني في كل لوحه على حسب في تصويرها، يعني انا صورتها بينتينج، يعني ام سوري يعني مش من انا صورتها بالكاميرا، في تسجيل لحظي للضوء، يعني وقت العصاري كان حاجه فرحت بقى صورت سجلتها رسمت بالبستل. انا كنت فعليا بطلع بعض اللوحات او اغلبها انا برسم بنفسي باخد البستل. واخترت ليه خامه البستل؟ ان هي سهله وخفيفه وانا ممكن اقدر اتنقل بيها، غير التصوير الزيتي او لو الوان الزيت. الوان الزيت صعب جدا ان انا اطلع اشتغل بيها، وخاصه اشتغل مساحات، فحبيت ان انا ممكن اشتغل بخامه لذيذه واقدر التسجيل اللحظي بتاع الضوء اقدر اسجله واقدر ان انا اعمله بينتنج بالالوان الباستل. ممكن في الوان تانية برضه بس انا حبيت ان انا يعني الباستل اداني تقنيات احسن كتير والتسجيل اللحظي للضوء، فكان بالنسبه لي اسهل واجمل. يعني نيجي هنا اخر حاجه دي، دي حاجه ممكن نادرا ما حد يعرفها بس الصعيد بس اللي هو يعرفها، دي اسمها التيوتا او التيوتا، هي اسمها التيوتا. التيوتا دي عباره عن مواصله بتنقل الركاب زي المواصلات العاديه زي الميكروباص او التاكسي او الحاجات دي، بس دي حاجه تراثيه وما زالت حد الان في القرنه عندنا، فحتى في الملابس بتاعتنا وتراثنا، مش بس تراثنا في مباني او منشات، لا حتى في اللبس في الوجوه بتاعتنا، فده يعني ليه تاثير كبير، فده اثر فيا كتير. يعني يمكن انا عشان سعديه النشاه وافتخر ان انا من الاقصر، وبرده ان انا بحب اصيد عشان طلابي وعشان اساتذتي، فيعني حاولت ادمج في المعرض ده فكره اماكن بالشكل البسيط ده تبقى رحله من الاقصر الى اسيوط. احب اضيف برضو يعني برضو فكره المعرض، يعني كل ده كان واضح في الاعمال بتاعتي تاثير بيئتي عليا، يعني فعلا تاثير البيئه على الفنان دي حاجه مهمه جدا، يعني حتى ده يعني انا بدسه في طلابي في الفنانين اللي لسه فنانين مستقبل برضو، ومن قبلي كانوا اساتذتي والفنانين اللي قبلي تاثيرهم برئتهم وتاثير بالبيئه. واحنا يعني كصعيد فعلا عندنا حاجات وعندنا تراث وحاجات جميله احنا بنحيي ده مش بنوقفه، فكان ده لي دور تاثير، يعني تاثير بيئتي الاقصريه عليا واضح جدا في اعمالي، حتى في تاثيري لما بشتغل مع الطلاب بتوعي يعني متاثرين بده، وبداوا ينزلوا فعلا يعني بداوا فعلا ينزلوا الاماكن اللي ما كانوش بيروحوها عندهم زي في اسيوط هنا الاثريه والاماكن الجميله دي. فيعني بجد والوكالات انا نزلت فعلا صورت حاجات كتير بجد من التراث الجميل الرائع، يعني فهتلاقي برضو تاثير البيئه. انا كنت برضو في بحث هو لسه ما نشرتوش ان هو تاثير البيئه على الفنان، برضو كل فنان ليه وجهه نظر، يعني ممكن بعض اللوحات ممكن حد يترجمها لحاجه تانية خالص، يعني اللوحه اللي فيها العربيه والناس راكبه ممكن حد يفلسفها بشكل تاني، لكن لا كل واحد ليه وجهه نظر. انا فلسفتها بان ده تراث والتركيب بتاع التركيب، يعني الاشخاص الشخوص اللي في العربيه الملابس بتاعتهم ازاي التراث ازاي الحاجات دي، فده كان خلاني بجد يعني لفت نظري ان انا اصور القط المشهد ده بالموبايل، بقى ده بالموبايل لان هو كانش هيستنى لما انا اقعد ارسم. فبكده يعني اكون قلت فلسفه العمل المعرض. انا طبعا بشكر الجامعه وبشكر اساتذتي ودكاترتي، انا مش عايزه اقول حد باسمه عشان ممكن انسى.
المهندس عمرو امين محمد حسن، خريج جامعه اسيوط، هندسه مدنيه. بصراحه اول مره احضر معرض زي كده، عجبني جدا الشغل المعمول هنا، شغل في جهد يعني، في مبذول يعني، وخاصه اهتمام الدكتوره نجلاء بالتفاصيل يعني. هي بصراحة عندها الميزة دي، تهتم بتفاصيل كتير جدا في اللوحات، وكل اللوحات الموجودة هنا من الطبيعة يعني، حاجات موجودة فعلا في الطبيعة، سواء في أسيوط أو في مدن تاني وجه قبلي زي الأقصر وأسوان، وحاجات كلها موجودة حوالينا يعني، بس اهتمامها بالتفاصيل وإن المساحة الصغيرة بتاعت اللوحات طلع فيها حاجات بالدقة دي، فهي حاجة مشرفة بجد يعني لأسيوط ولينا إحنا كصعيد يعني عامة يعني. ومن أجمل اللوحات اللي عجبتني اللوحة اللي ورايا دي، طبعا جمال التفاصيل فيها، دي حاجة موجودة في أسيوط يعني، اللوحة دي موجودة في أسيوط في المزرعة عندنا في الجامعة بتاعت جامعة أسيوط، فهي جميلة جدا بصراحة والشغل مشرف جدا لجامعة أسيوط عامة وللصعيد يعني، يبقى في حد من الصعيد كده عنده الموهبة والدقة والاهتمام بالتفاصيل ده كله. أتمنى لها طبعا نجاح دائم إن شاء الله، وربنا يكتر يعني نماذج مشرفة زي كده في مصر إن شاء الله. معاك دكتورة هبة فوزي، كلية فنون جميلة، جامعة أسيوط، قسم جرافيك، شعبة طباعة فنية. معرض الدكتورة نجلاء النهاردة حاجة شرف لجامعة أسيوط، أسلوب راقي وتناول بشكل إبداعي، إزاي قدرت تتناول الأماكن التراثية الجميلة اللي مرتبطة بهويتنا، بهوية مصرية قبل ما تكون هوية صعيد، إزاي هي بالألوان بشكل مودرن جدا قدرت تربط ما بين الألوان الباردة والألوان السخنة، إزاي إن هي قدرت تعبر عن المشاهد بتاع البيئة المصرية الأصيلة. شايفين ده حاجات جميلة قوي في الشغل بتاعها، سواء في طبيعة النباتات المصرية أو في لوحات فيها أشخاص بعربيات بتاعت مصر، سواء في البيوت، حسينا قوي بانطباع هويتنا وارتباطنا بالطبع المصري الأصيل مع ألوان جديدة وتناول بشكل مختلف. جميل قوي المعرض، وبنهني الدكتورة نجلاء بدوي، وإن شاء الله معارض كتير وألف ألف مبروك. أنا إسلام أحمد فتحي، الفرقة الثانية عمارة، كلية فنون جميلة أسيوط. يعني انا عايز اتكلم في حته معينه لفت نظري في المعرض بتاع دكتوره نجلاء، اللي هي فلسفه المعرض، الطريق اللي دكتوره نجلاء كانت بتاخده من الاقصر لاسيوط، تمام، واللوحات والتفاصيل اللي كانت موجوده في المعرض، تمام، وصفت الطريق فعلا من الاقصر لاسيوط. في حاجات كتير انت كم مره تيجي من الاقصر لاسيوط وتشوف المناظر دي بس ما تاخدش بالك منها، تمام. هنا الدكتوره فعلا يعني كانت بتشوف الحاجات دي بقلبها مثلا، يعني الاسلوب دي كلها، فان هي تعبر بيها بالاسلوب ده وبالشكل ده في المعرض وتخلي المشاهد يوصل له الاحساس في المعرض باللوحات والجمال والالوان بتاعتها، تمام، شيء قوي. وبرده الالوان المستخدمه في اللوحه ما شاء الله يعني غاليه جدا والتفاصيل بتاعتها باينه جدا، فاتمنى خير ان شاء الله دكتور لحن برده ان شاء الله. احمد صلاح عثمان، مدرب اولى تصوير كليه فنون جميله اسيوط. طبعا مبسوط طبعا في المعرض النهارده تبع دكتوره نجلاء الاستاذه والدكتوره بتاعتنا، ومعرض يعني كويس وعلى اجمل وجه الحمد لله، وفخور يعني ان انا طالب من طلاب الدكتوره نجلاء، وان شاء الله تتكرر في المعارض كتيره وفي مناسبات ثانيه سعيده ان شاء الله. اللي عجبني الاسلوب والموضوع خالص، والجو السوفت بس اللي هو من غير تسيح، والاداء في الاسلوب والالوان مبهجه خالص، واللوحات كلها جميله الحمد لله يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة أمل عبد الوارث، مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط، ودكتورة في قسم العمارة بالكلية. في الحقيقة أن النهاردة احنا بنشهد احتفالية فنية وثقافية كبيرة في الكلية، وهي افتتاح معرضين متميزين للترقية لأعضاء التدريس بالكلية، وهو معرض دكتور محسن عبد الله ودكتورة نجلاء بعنوان أماكن. الحقيقة أن المعارض تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وبحضور النواب الأستاذ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة والمجتمع، وبحضور الأستاذ الدكتور عزة مرغني عميد الكلية والوكلاء ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وعمداء الكليات الأخرى بالجامعة. المعارض من هذا النوع بتمثل حركة فنية كبيرة وبتولنا مدارس فنية مختلفة، سواء في التصوير الزيتي زي معرض الدكتورة نجلاء، والتصوير الجداري للدكتور محسن، وبيحصل فيها تبادل للخبرات ما بين أعضاء هيئة التدريس، وبيستفيدوا منها طبعا الطلاب في الكلية ويشوفوا شغل أساتذتهم. فالحقيقة فخورة جدا بالمعارض اللي بتتم في الكلية، لأن دي بتخلي الكلية تشهد مكانة متميزة بين كليات الجامعة الأخرى وباقي كليات الفنون الجميلة على مستوى إقليم الصعيد والجامعات الأخرى. فبتمنى لهم كل التوفيق، وإن شاء الله نشهد احتفاليات جميلة بحضور قناة الصعيد معانا والبرنامج. احنا سعداء بوجودهم معانا النهاردة، ونشوفكم على خير وكل عام وانتم بخير.